هنا يبدو القتال مختلفا تماما، ليس فيه محاكاة لمشاهد سينمائية، بل هي معركة حقيقية، فالمقاتل يستطيع بوضوح أن يحدد هدفه، وقد أصبح القتال وجها لوجه. أما الحسم فهو في صالح من يطلق أولا. وهنا هذه هي تبة جبل النضارة المطلة على مدينة سرواح شمال شرقي محافظة مأرب، حيث استطاعت المقاومة الشعبية تخليصها من سيطرة الميليشيا التي أجبرت على الفرار بعد مصرع العديد من عناصرها، لتصبح مدينة سرواح المعقل الأخير لقوات المخلوع والحوثي في محافظة مأرب في مرمى نيران قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. تم اقتحام شبه أبو الزبير وتطهيرها من الحوثة، وإحنا الآن مطلين على مدينة سرواح، وهاتات مدينة سرواح أمامكم. منذ تحرير المحافظة والميليشيا تستميت في الحفاظ على آخر معاقلها، إلا أنها تجبر على التراجع يوما بعد آخر نتيجة إصرار المقاومة على تطهير ما تبقى من المناطق. تكمن أهمية سرواح بالنسبة لقوات المخلوع والحوثي أنها تقع في خاصرة الجيش الوطني الذي استطاع مواصلة تقدمه خلال الأشهر الماضية حتى أصبح على تخوم العاصمة صنعاء.